لماذا تطير الغيوم والطيور؟ سؤال يراودني. لما السماء تعلو فوق الأرض والبحور؟ سؤال يراودني. كاكاروتو، どうなって يغر؟ سؤال صعب سؤال يراودني. هل تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة؟ بالطبع يا قرون. لماذا تضيء النجوم في السماء؟ سؤال يراودني. لماذا تكثر الغيوم في الشتاء؟ سؤال يراودني. هيا قرون، لماذا البيض بيضوي؟ سؤال صعب سؤال يراودني.